جالنا 700 ابلكيشن، بس هي الفكره ان احنا عايزين عدد محدود قوي، يعني عندنا الماكسيمم بتاعنا 20 السنه دي عشان نقدر نخلص في وقت معين. فعملنا سيليكشن لحوالي 100 بنت ان هم يجوا يحضروا الكاستنج، ودول هيطلع منهم يعني هيطلع منهم حوالي 20 21 بنت. لازم البنت او لازم الشخص يبقى مقتنع ان هو من جوه حلو خلاص، اي دفوهات موجوده بره تمام، نقدر بشويه تدخل باجهزه او بتدخل جراحي نحسنها ونظبطها تمام، زائد العنايه والاهتمام عامه خلاص على مدار بقى الفترات اللي بنشوفها او كذا. معايير اختياري البنت اول حاجه تكون مثقفه، مش لازم المثقفه الفظيعه اللي هو يبقى عندها المعلومات في كل حاجه، بس على الاقل تبقى تعرف تشرف مصر وتمثل مصر لما تسافر المسابقه بتاعتها بره، تبقى لما حد يسالها عن مصر اتليست تبقى النولج بتاعتها او معلوماتها تبقى معلومات صحيحه، تبقى معلومات تقدر تروج بيها السياحه في مصر. انا شايفه انه يعني المجمل كويس، بس في بنات عندهم مشاكل ممكن تتحل بحاجه بسيطه قوي، بس اي ثينك ان النولج بتاعتهم مش كفايه يعني. يعني هو احنا المعايير ما اقدرش احددها قوي من بعيد، لازم حد يكون قريب او بكشف عليه، بس مبدئيا يعني ان السنان تبقى مرصوصه بشكل معين، بيبقى لونها لون يعني ابيض، مش لازم يكون ناصع في البياض بس يكون لون نظيف، ما يكونش عندها اي مشاكل في العضه، يعني فك قدام فك ورا قوي. هي دي تقريبا المعايير اللي انا ممكن احدد عليها من بعيد. معايير الكاستنج النهاردة: واحد، الثقافة العامة، اتنين، الجنرال لوكس، يعني مش بندور على جمال شكلي قد ما يكون تناسق عامة، تلاتة اتيتيود، شخصية. بيجو، كم متسابقة اتقدمت وانت شايف مستوى المتسابقات او هيبقى عامل ازاي؟ دلوقتي؟ لا، هو طبعا في تقدم في مستوى المسابقات، يعني هو كل ما التكنولوجي بتختلف طول ما احنا بنتقدم لقدام، واحنا دلوقتي التكنولوجيا عندنا بقت عاليه عامه، السوشيال ميديا بقت اكبر، الصحافه موضوع مختلف، فطبيعي طبعا الموضوع بيتطور اكيد. يعني معايير الجمال مش لازم يبقى جمال خارجي، يعني انا بالنسبه لي يبقى جمال داخلي مع جمال خارجي، ده يبقى بالنسبه لي تمام جدا. يعني مستوى البنات بقى، المتسابقات اللي اتقدمت شايفاها ازاي، عامل ايه؟ احنا لسه في، يعني اخذنا اول بريك، لكن يعني في حاجات كويسه جدا، في بنات طبعا كويسه جدا، وفي بنات تصلح انها تبقى ميس ايجيبت، وفي بنات مش واعيه بالكومبيتيشن، يعني هي يعني واخده انها ميس ايجيبت انها عارف باب للشهره ولل، يعني انها تبقى ممكن لاعمال اخرى. يعني يهمني جدا الكاريزما بتاعتها، اذا كانت شخصيه كاريزماتيك ولا لا، التعليم بتاعها، معلوماتها العامه، البادي لانجوجز بتاعتها، شكلها عامل ازاي، فكل الحاجات دي مهمه جدا اللي هي تكون شخصيه او يكون عندها شخصيه بشكل عام. اي حد يبقى عنده كاركتر او شخصيه مختلفه، يبقى دايما الحاجات دي كلها موجوده، بس احنا ما بنقسمهاش، احنا بنشوفها ان هي عندها شخصية، عندها مختلفة عن بقية الناس، فدي نتيجة الحاجات دي كلها. أنا